كينونة الإنسان والإعلان عن هويته. ونحن نعلم كما ذكرنا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولكن العجيب أن آيات القرآن التي جاء النص فيها على الجهر بكلمة الإيمان، آمنا، قولوا آمنا، هناك آيات في كتاب الله جاء الأمر بها بقوله قولوا آمنا، ولو تتبعناها لوجدنا أنها جاءت في سياق الإعلان عن الهوية والذاتية، إعلان الإنسان المعتز بدينه ومبادئه وقيمه، إعلان الإنسان الذي لا يشعر بالخجل عن الإفصاح والتعبير عن هويته. مما يؤسف له كما ذكرت قبل قليل أن بعض المسلمين اليوم يخجل أن يقول أنه مسلم، يخجل أن يفصح عن هويته. أترى حين يصبح الإيمان بالله في نفس الإنسان الفرد على هذا المستوى من الخمول والخمود والخضوع والخوف، أيمكن أن يغير واقعا؟ أيمكن أن يعدل انحرافا؟ أن يزيل فسادا؟ تدبر معي في هذه الآيات وفي الترابط والتناسق بينها وبين أول آية، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإنسان الذي يقوم بأحسن العمل الذي أسسته سورة الملك المباركة وبينت شخصية هذا الإنسان، هذا إنسان صاحب شخصية سوية يمشي على صراط مستقيم، والذي يمشي على صراط مستقيم إنسان قوي عزيز بعزة الإيمان، قادر على أن يفصح عن إيمانه بكل عزة وانتماء وقوة تقوم على الحق وعلى المبادئ والعدل الذي جاءت به رسالة القرآن.